فضيلة الشيخ حفظكم الله، هل الجنة موجودة الآن؟ وهل هي الجنة التي أسكن فيها آدم عليه السلام وزوجة حواء؟ جزاكم الله خيرا. الجواب أن الجنة وكذلك النار، الجنة موجودة الآن وكذلك النار موجودة، والله سبحانه وتعالى خلق الجنة وخلق النار وأعد الجنة لأهل طاعته والنار أعدها لأهل معصيته، وكل من الجنة والنار موجودة ومخلوقة. ومن عقيدة أهل السنة والجماعة أن الجنة والنار موجودتان مخلوقتان الآن، وهذا الأمر دلت عليه دلائل كثيرة في كتاب الله وسنة رسوله صلوات الله وسلامه عليه، وفي القرآن آيات يذكر فيها عن الجنة قوله سبحانه أعدت للمتقين، فهي معدة وموجودة ومخلوقة، وكذلك النار معدة وموجودة ومخلوقة. فالحاصل أن الجنة موجودة ومخلوقة وكذلك النار. وأما قول السائل هل هي الجنة التي أخرج منها آدم، فالصحيح من كلام أهل العلم أن الجنة التي يدخلها المؤمنون يوم القيامة هي الجنة التي أخرج منها آدم عليه السلام.